من قبلي بكتير في دار الأوبرا المصرية وسوليست في دار الأوبرا المصرية، وأول تعامل ما بيني وما بينه ومعرفة كانت في دار أوبرا اسكندرية، وكان هو أول حد اتصاحب عليه في الفرقة. وأنا بطبيعتي مش بنوتة قوي، يعني أنا اسكندرانية زي ما بيقولوا كده، جدعة شوية. فكنا احنا الاتنين ولدين ومتصاحبين مع بعض، رايحين جايين مع بعض. كنت أنا خارجة من تجربة فاشلة، كنت المفروض هرتبط ومحصلش نصيب، وهو كان خاطب ومحصلش، ربنا ما عرفش. احنا الاتنين كنا بنشكي همنا لبعض، وكنا بنفتح قلبنا لبعض، وفجأة الصداقة والأخوة اتحولت لقصة حب كبيرة قوي من عندي الأول، وأنا اللي فضلت معاه لحد ما هو حبني. ووقت ما هو حبني لقيته جاي لي بيقول لي أنا عايزك في حياتي بأي شكل أنت تختاري، عايزة تكوني صديقة تبقي صديقة، عايزة تكوني أخت تبقي أخت، عايزة تكوني حبيبة وزوجة أنا موافقة، بس أنا عايزك في حياتي، مش عايزك في يوم من الأيام تقولي لي أنا مش هبقى في حياتك. قلت له أنا طريقي حاجة واحدة بس، باب البيت. وبالفعل جه واتخطبنا 2 ونص، كانوا 2 ونص كفاح، لان انا بابايا متوفي وانا عندي 4 سنين ونص او 5 سنين، وانا اتعودت من الوقت ده ان انا اكون راجل نفسي وراجل البيت. كنت عايشه مع جدتي واختي، فانا الراجل بقى بتاعهم، ودايما متعوده ان انا طب ازاي هتجوز، طب ازاي هسيبهم، طب جوزي ده هيتقبل وضعي ان انا عندي اهلي اهم حاجه في الدنيا. لقيت ان هو اكتر حد بيشجعني ان انا اكون جنب اهلي وان انا افضل زي ما انا. هو كراجل شرقي، راجل شرقي جدا، وراجل متربي في بيئه شويه مش منغلقه ولكن بيئه متدينه جدا، ازاي هيتعامل مع فني وان انا مش قادره استغنى ابدا عن موهبتي. في البدايه حاولت وكنت هلبس الحجاب، واتفقنا على الكلام ده وان انا اقعد في البيت وان حتى الاوبرا هسيبها. لقيت نفسي بعد الخطوبه مش قادره، لدرجه ان انا قلت له انا مش قادره، انا اديت لك وعود كتير جدا ان انا هعمل حاجات ولكن ما قدرتش. اكتشفت ان هو خذلني في توقعاتي السيئه لي، وطلع احسن بكتير من تفكيري، وقف جنبي وساندني، قال لي انا عايزك في حياتي وهساعدك وهقف جنبك. بل بالعكس، هو تخلى عن موهبته مقابل ان هو يفضل ورايا ويقف جنبي ويساندني عشان انا يكون ليا شأن.